تحياتي لكل الساده المشاهدين، واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم استاذ في الطب. ثقتك اكيد في جمالك وجمالك في ابتسامتك، فمفيش حد فينا عنده احساس ان هو جماله هينقص او ابتسامته ممكن تقل لو عنده مشكله بسيطه. يعني عندنا مشكله مثلا في بروز الفكين او مشكله في تزاحم وتراكم الاسنان، كل ده بيقلل جمالك، واكيد انا مفيش واحده فينا هتستغنى عن ان هي يكون جمالها كامل 100%. طبعا في مشاكل كتيره جدا، التقويم كمان بالذات بيبقى ليه مشاكل كتيره. وهل كمان التقويم ليه انواع؟ طب وليه سن معين؟ طب واسعاره كام؟ لا لا لا، اسعاره غاليه جدا، بلاش نعمل تقويم. النهارده هنقول لكم لا لا لا، في كلام كتير جدا غلط، في كلام كتير هنصلحه، وفي اسئله كتير هنجاوب عليها. بس خلينا الاول ارحب بضيفي اللي منورني النهارده ووصلنا الابتسامه، دكتور احمد فتحي عثمان، طبيب وجراح الفم والاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان، اخصائي تقويم وزراعه الاسنان، دراسات ماجستير طب وجراحه الفم والاسنان. اهلا بيك يا دكتور، نورتنا. اهلا وسهلا بيك، واهلا وسهلا بجميع المشاهدين بتاعنا. دكتور انا زي ما قلت في الاول، مفيش حد فينا يستغنى ان يبقى جماله 100%، واكيد كمان الجمال بينقص لما يكون في تزاحم والاسنان راكبه فوق بعضها والفك طالع، بتبقى كارثه طبعا. الحل فيها ايه؟ بص، طبعا انت اتكلمت في اول شق خالص، هو شق الجمال. الله جميل يحب الجمال، فلازم طالما هنتكلم عن الجمال يبقى احنا لازم نخلي على الاقل شكلنا وشكل ابتسامتنا يكون حلو. كتير جدا مشاكل عندنا بتيجي العياده وفي المركز عندنا بيقول لك انا شكلي وحش وعايز اخلي شكلي يبقى احلى. من ضمن الوسائل اللي بتخلي الشكل يكون جمالي اكتر او اخليه ارجعه لطبيعته اكتر عشان يمارس حياته الطبيعيه هو تقويم الاسنان. تقويم الاسنان لازم نعرف الناس بيه الاول، هو يعني ايه تقويم؟ انا عندي لما اكون حاجه بقول انا بقومها، يعني انا برجعها لشكلها الطبيعي. مش بخلي شكلها احلى وبس، لا، ده انا برجعك لشكلك الطبيعي المفروض ان ده شكلك النورم عشان ابتسامتك تبان احلى. يبقى تقويم ان انا بعيد ترتيب الاسنان تاني في وضعها الصح. بس اهم حاجه كمان ان انا لما ارجع سناني في وضعها الصح ان انا اخلي الشكل الجمالي يبقى اكتر. طب ازاي بقى انا هعمل دوت؟ هو ده اللي احنا عايزين نتكلم بقى فيه موضوعنا النهارده. طيب يعني التقويم فيه انواع؟ يعني طب ايه انواعه بقى عشان الناس تعرف ايه انواع التقويم؟ حلو، انا اهم حاجه لازم نتكلم بعد ما عرفنا كده التقويم، لازم نقول بقى التقويم هو نوعين. اول حاجه تقويم علاجي، تاني حاجه تقويم وقائي. التقويم الوقائي ده انا بمنع مشاكل بعد كده من طفل وهو بيكبر عندي، ان انا بمنع له ان المشكله دي تحصل ان ذا فيوتشر، في المستقبل الطفل ده ما يحتاجش التقويم، فبعمل حاجه اسمها وقائي. ده بند كده بنعمله في شق النمو من 6 سنين لحد 12 سنه. بعد 12 سنه جت عندي المشكله خلاص، والطفل او المريض دخل عندي او البنوته دخلت العياده، انا عندي النبده مش في مكانه، وعندي شكل ضحكتي مش حلو، وعندي مسافات ما بين الاسنان، كل المشاكل دي نبتدي بقى ساعتها نخش في التقويم العلاجي. التقويم العلاجي ده في منه انواع كتيره جدا. النوع القديم بتاعنا اللي هو التقويم الثابت المعدني، وده لسه برضو شغالين بيه وليه حالاته. التقويم الثابت المعدني ده اول نوع منه خالص، ده اللي احنا بنعالج بيه الاسنان بتاعنا من اول ما قالوا. ده زي ما واضح معانا في الصوره اهو، التقويم الثابت المعدني هو ده. ده شكله بالظبط على الاسنان عندنا. التقويم الثابت المعدني هو التقويم نوع على فكره علاج من ايام الفراعنه، يعني لازم نتكلم في النقطه دي. التقويم معروف من زمان، بس دلوقتي بقى مودرن شويه وبقى متحدث كتير جدا عن الاول، والتكنولوجيا نازله جديده، احنا بقت فتره العلاج بتاعتنا بقت سريعه. يعني ده برضو نوع من حاجات المريض معانا بيمل من العلاج بتاع التقويم، لان يعني علاج التقويم كان زمان بياخد سنين كتير. لا، احنا دلوقتي ويزن مانسز، يعني انت في خلال شهور احنا ممكن نخلص الحاله. تاني نوع معانا بعد التقويم المعدني بقى نزل حاجه ادفانسد اكتر، التقويم الثابت الشفاف. يعني هو ثابت بس شفاف، زي ما هو واضح برضو معانا هنا في الصوره، اللي هو اسمه الايس، اللي هو التلجي. تحس ان هو مش لابس حاجه قوي، يعني تحس ان مبيش في الشكل لما يجي يضحك. وبالذات جدا في الركن ده معانا المرضى الفيميلز، الانسات والسيدات، هم اللي بيحبوا يقول لك لا انا شكلي في شغلي وطبيعتي ما يسمحليش ان انا اقعد اكون مركبه حاجه معدن في بقي. فتاني حل عندنا دلوقتي بقى نزل، وبرده بقى احدث كتير جدا من الاول، اللي هو التقويم الثابت الشفاف. تالت حاجه بقى نزل ادفانسد كده جدا، اللي هو التقويم المتحرك الشفاف. ده ما فيش حاجه انا بحطها على الاسنان، المريض هو اللي بيشيلها وبيركبها بجدول زمني معين انا بديهوله، بيعالج الاسنان وبيحركها في 3 دايمنشن 3 دي.
برضه ده اللي هو برضه واضح معانا في الصوره، هو دوت ده المريض هو اللي بيركبه وبيشيله لنفسه لما بيحط على اسنانه، ما بيبانش ان هو مركب اي حاجه خالص. بس ده كل انواع التقويم اللي معانا. وعايز اقول لك على حاجه، بالتقويم المتحرك الشفاف احنا دلوقتي بقينا نحل بيه مشاكل اكتر من الاول. يعني كان الاول ليه حالاته معينه، لا دلوقتي بقينا ممكن ان احنا نشتغل بيه في بعض حالات صعبه برضه. والمريض بيحطه على حسب بجدول، حسب حالته وحسب الجدول الزمني بتاعه، بيشيله بس وقت الاكل. طب وهل في تقويم يا دكتور حالات معينه نقدر نقول لا ما ينفعش معاه تقويم؟ بص، كان زمان تبقى في حالات زي كده لكن دلوقتي لا. يعني دلوقتي لو المريض محتاج تقويم لا احنا بنعمل تقويم. ليه؟ الموضوع دلوقتي بقى ادفانسد كتير جدا عن الاول. يعني دلوقتي الموضوع بقى متقدم ومتحدث عن الاول بكتير خالص، وبنفس الوقت بالوسائل وبالالات وبالادوات وبالاشعه الجديده. لا، الموضوع لو المريض محتاج تقويم حتى لو عمره ايه، لا بنشتغله وبنعالجه وبنخلي الشكل بسنة بتاعتنا كويس. وعايز اقول لك على حاجه، التقويم من احد وسائل العلاج ومسته ان انا بحل المشكله عندي من غير ما العب في الاسنان. لا، ده انا برجع الشكل الطبيعي من غير ما اجي جنب اسنان باي صوره ثانيه من الصور. بس في امهات يا دكتور للاسف ما بتعرفش ايه السن المعين او السن المناسب اللي بتبدا فيه تاخد الطفل وتروح بيه عند دكتور الاسنان وتحط التقويم، وبعد كده للاسف بتسيبه متاخر شويه كتيره، بيجي الدكتور بيقول لك لا انت اتاخرتي. ايه السن بقى المعين اللي ممكن ينفع فيه الام تبدا تهتم باسنان اطفالها؟ تمام، السؤال ده حلو جدا عشان كل الامهات بتساله. تجيب لك ابنها تقول لك يا دكتور انا عايز اعمل له تقويم، هيحتاج تقويم ولا لا؟ طبعا احنا لازم نحكم الحته دي لو اول حاجه الطفل بيتابع مع الدكتور بتاع الاطفال بتاعه، بتاع اطفال اسنان، عشان اخصائي طب اسنان الاطفال ده ليه دكتور معين، هو اللي بيتابع مع الطفل معاه، وهو بيتابع بيقول لها طفلك هيحتاج تقويم او في مشكله هتظهر عندنا بعد كده، وامتى نتدخل في التقويم. المرحله العمريه لتدخل التقويم يعني امتى بقى اركب تقويم ثابت والكلام ده كله، لا ده بيبقى من الرينج مثلا 9 سنين 10 سنين 11 سنه 12 سنه، لما يبقى على حسب المشكله اللي عندي. لكن التقويم الوقائي لا، ده انا ممكن الجا فيه عند سن 6 سنين 7 سنين 5 سنين كمان، ان انا لازم امنع المشكله دي ان هي تحصل قدام. يبقى الوقائي اللي انا ببتديه في مرحله عمريه بدري، وساعات بحتاجه عن 8 سنين 9 سنين لو انا شايف الفك اللي فوق فيه نمو اكتر من الفك اللي تحت او الفك اللي تحت العكس، بحتاج ان انا اركب حاجه وقائيه. لا، ده انا عندي مشكله في الاسنان او ترتيب الاسنان، فمحتاج ان انا اعمل تقويم عشان اطلع مجال الاسنان انها تطلع. ده هنا ممكن عند سن 9 سنين 10 سنين. امتى بقى مرحله عمريه بالظبط؟ وهو بيتابع مع دكتور الاسنان بتاعه، هو بيحدد له امتى يبتدي يعمل تقويم وايه السن المناسب، لان كل طفل وليه سن مناسب يبتدي يعمل في التقويم. وبالذات الاطفال يا دكتور اللي هي بتحط سباحه في بقها وهي نايمه، للاسف انا بشوف الفك اللي فوق بيطلع بروز شويه عن اللي تحت. بالظبط، دي مشكله برضو معانا اللي هي السامب ساكن. تلاقي الطفل وهو عنده 4 سنين او 3 سنين، ودي ليها كذا مشكله، يعني كذا سبب. المشكله دي ليها كذا سبب، في حالات نفسيه، في يا اما ممكن يكون فطن بدري عملت له حاله نفسيه بقى ابتدى صبعه، يا اما هي باد هابتس، هي اصلا من بتعد من الحاجات العادات السيئه جدا. تلاقي الطفل يبتدي صامب ساكنج يمص في صباعه ويحطه في سقف حلقه، تلاقي الطفل ده لو سبناه وما عالجناش المشكله دي تلاقي عندك بروز في الفك العلوي، الفك السفلي بيدخل لجوه والفك من جوه بيعرف بيحصل له ويدنينج من فوق، فبتلاقي بعد كده تشوه في الشكل، وبعد كده ترجعي تعملي تقويم. هو ده من ضمن الحاجات اللي احنا بنقول عليها التقويم الوقائي. طيب في حالات اكيد بتيجي لحضرتك في العياده بتقول لها انا اسف مش هينفع اعمل لك تقويم، ايه الحاجات دي؟ دي حاجات تبقى قليله جدا جدا، قد تكون 3% و4% لو المشكله عندي محتاجه تقويم وانا مش هقدر اتدخل بتقويم. ساعات بيكون عندنا ضعف في طبقه العظم نفسها، مريض دايبيتك يعني عنده مرض السكر، عندنا بكتيريا وتاكل في العظم جامد جدا، فلو انا حركت الاسنان هتبتدي تعمل عندي بونز اوبشن تاكل في طبقه العظم. ففي المرحله العمريه دي وهو سنه كبير، فبقول له احنا ممكن هنا لما نعمل تقويم هنتضر بالعكس مش هنستفاد. احنا كمان معانا صوره للحالات اللي هي دي يا دكتور. احنا معانا حاله هنا مهمه جدا اهو، هو دوت ده كان شاب عنده 18 سنه بالظبط، جه المركز عندنا، كان الحاله زي ما احنا شايفين فوق بنقول دراكولا. دراكولا يعني النبين عندنا بيبقوا فوق خالص ما بيكونش ليهم سبيس عشان ينزلوا، بنبتدي مع الوقت ان احنا نعمل حاجه اسمها كرييت سبيس، نخلق مكان ليهم وبعد كده نبتدي نشدهم وننزلهم بالتقويم. هنا عملنا له تقويم معدني ثابت، الصور اللي فوق دي قبل ما نبتدي من كل زاويه، وهنا بعد ما ركبنا التقويم، واللي تحت بعد ما خلصتي له التقويم. شايفه بعد ما خلصت له التقويم شكله بقى عامل ازاي؟ يعني ثقته بنفسه رجعت،
بقى يمارس حياته جيد جدا، بعد ما هو كان حاسس ان هو شكله مش حلو لا بيبتدي يمارس حياته طبيعي ويبتدي شكله الطبيعي يرجع، شكل الجمال يرجع، لا مريض ثقته بنفسه بترجع طبعا. طب يا دكتور عايزين كمان نعرف من حضرتك ان هي مشكله التقويم الوقت، كان زمان الناس بتبدا تزهق من التقويم ان انا بقعد سنين، الوقت بيبقى قد ايه دلوقتي في التقويم؟ تمام، انا قلت لك في الاول خالص كان زمان الحاله بتمل من طبعا. التقويم عشان المده الكبيره، لا احنا دلوقتي بقول لك احنا ممكن الحاله تخلص معانا وزن مانسز، يعني لو حالات بسيطه ممكن تخلص في شهور، لو حالات طولت هي، لو حالات صعبه جدا هي اللي ممكن تقعد معانا اكتر من سنه، فلا الموضوع دلوقتي ما بقاش ممل زي الاول. كمان المتابعات كان زمان كل شويه لازم عند دكتور الاسنان، لا احنا كمان بنخلي المتابعات في وقت واسع وكبير عشان المريض برضو ما يزهقش، بنحاول نحرص جدا بوسائل العلاج بتاعتنا ان احنا نختار وسائل علاج مختصره، ما هو كل ما انا عايز افهمك حاجه، كل ما احط خطه بلان للمريض او خطه يمشي عليها ممكن تريكس كده اعديها عشان اخلي خطه العلاج بتاعتي تكون قليله. يعني انا مثلا ممكن اجي لك انت كدكتوره تعملي لي العلاج بتاعي سنتين، تروح عند احمد، احمد يعمل لك خطه العلاج بتاعتك في 8 شهور او سنه. طب هنا انهي افضل؟ الافضل بدون خسائر ومده قليله، هنا الدكتور الشاطر اللي هيمانج الحاله بتاعته وهيخلصها بدون خسائر وفي فتره قليله والمريض ما يزهقش، والمريض كل ما بيكون ماشي في خطه علاجه وبيشوف نتيجه بعينيه في بقه بيبتدي ثقته بترجع في نفسه ويبتدي تراست في الدكتور بتاعه عشان يكمل البلان بتاعته، يقول لك كمل لي انت ماشي كويس انا واثق انا مبسوط، لا يعني لو جيت قلت له احنا ممكن نزيد هنا شهر او شهرين كمان يقول لك زود، طالما انت شايف الافكت او التاثير بتاعي يبقى احسن زود مش مهم انا معاك، لكن لو تنه ماشي ومش شايف اي تاثير في بقه عن التقويم اللي هو بيعمله في بقه يبتدي يزهق ويمل، لكن لو هو شايف نتيجه بعينيه لا بيبتدي تراست ويكمل، هو اللي بيختار كمان. بص الكلام ده حلو قوي جدا ان انا ارجع ثقتي في نفسي وارجع ابتسامتي وجمالي، بس اكيد كمان الفلوس هتوجعني اكتر. شك المهم طبعا ده اهم شك. قبل ما بروح بسمع ان التقويم غالي جدا جدا واسعار يعني متفاوته، ارقام يعني عاليه جدا، فاقول لا الحمد لله اسناني كده حلوه وممكن ما اضحكش استغنى عن الضحكه. دلوقتي حضرتك بتقول لا انا ممكن اضحك واعمل تقويم وفي نفس الوقت الاسعار حلوه. ايوه طبعا ده شيء مهم جدا، يمكن الحمد لله احنا عندنا في المركز بننفرد بالحته دي، احنا زي ما قلنا الحاله بتقعد معانا شهور وسنه، ما ينفعش مثلا وانت قلتي التقويم مكلف اوكي، احنا اول حاجه احنا لازم نكون ننزل في السعر، ده شيء مهم. تاني حاجه ان انا المريض عندي هو هيقعد معايا فتره، يبقى بنلزم فلوسه هو كمان تدفع معايا على فترات، وهنا دي الميزه بقى ان احنا عندنا طالما انت حالتك سي هتتكلف بادجت معينه لا انت هتدفعها طول فتره اللي بتاعتك، سي انت هتقعد معايا سنه انت هتدفعها في خلال السنه. فالمريض بيبتدي يحس ان الموضوع بسيط عليه مش زي الاول، يعني ممكن الاول كنا نقول له لا ادفع فلوسك كلها في الاول مره واحده، لا انا لازم حتى المريض لازم اديله نوع من المرونه في نفس الوقت نوع من التخفيض علشان يبتدي اشجعه ان هو يعمل حاجه، وبالذات جدا في الضغوط اللي احنا فيها الايام دي، وده شيء مهم جدا اتكلمت عنه. طيب نرجع بقى تاني يا دكتور للتقويم الحديدي والتقويم الشفاف. في ناس مثلا بتيجي تقول لا انا مش عايزه الحديد بيبقى شكله وحش، زي ما حضرتك قلت ان الفيميل بترجح اكتر الشفاف. هل في حالات ممكن نقدر نقول لا ما ينفعش معاها الشفاف ينفع معاها الحديد، وهل النتيجه للاثنين زي بعض ولا الحديد اسرع من الشفاف او العكس؟ السؤال ده مهم جدا وحلو جدا. بص بقى احنا دلوقتي هنا بنعمل حاجه اسمها سيلكتيف كيس، يعني بنختار الحاله بتاعتنا. المريض بيجي طبعا هو عايز الحاجه اللي مش باينه، عايز الحاجه اللي تبان شكله فيها حلو، بس احنا بنشوف ايه المناسب للحاله. يعني انت دلوقتي جيتي لي المركز قلتي لي يا دكتور انا عايز اعمل تقويم، هبتدي الاول اشوف البلان بتاعتك، ناخد فوتوز ليكي تصور ونبتدي نشخص الحاله. اول حاجه التقويم المعدني والتقويم المتحرك الشفاف، هنقارن ما بين الاثنين دولت الاول. في حالات ينفع احلها بالتقويم الشفاف المتحرك، وفي حالات ما ينفعش احلها بيه. وفي حالات هي 100% كلها بتتحل بالتقويم الثابت المعدني. طيب لو انا دلوقتي عايز اعمل حاجه شفافه ومش هعرف احلها بالتقويم الشفاف، يعني معنى كده التقويم الشفاف المتحرك مش بيحل كل الحالات اللي محتاجه تقويم. لا ده في حالات معينه السيمبل كيسز، الحالات اللي هي البسيطه والوسط، الحاجات اللي هي لسه بدايات في الاول، حاجه هقرب سنان على اسنان، هحرك سنه ملفوفه، مش هجيب ناب بسيط متحرك من مكانه، لكن مشكله كبيره بروز فك
نابين مش في مكانهم، سنه مش في مكانها، احتاج ان انا اشدها واجيبها في مكان، لا هنا لازم الجا بحاجه بواير بسلك ابتدي اشد. هنا بلجا للتقويم الثابت. طيب الثابت كان زمان معدني، طب الحاجه بقى اللي افضل منه يعني حسنا في شكله شويه ويكون شكله مقبول بالنسبه للمريض اللي هو الثابت الايه؟ الشفاف. هو ده اللي احنا برضو بنحل بيه كل حالات، نفس الحالات اللي بتحلها الثابت المعدني هي نفس الحالات اللي بتحلها الثابت الشفاف، بقدر برضو احل بيه. في نفس الوقت اديت للمريض الحته الايه؟ المقبوله اللي هي الشكل. بس. فكده حللنا المشكله. بالظبط. طيب الفرق بقى بين التقويم التركيب والتقويم الجراحي، ايه الفرق بينهم؟ التقويم والجراحي، اوكي. بص التقويم الجراحي ده ليه حالات معينه ولازم دكتور اخصائي تقويم جراح هو اللي يشتغله. يعني مش اي حد بتاع تقويم يشتغل تقويم جراحي. ايه الفرق بين الاثنين؟ تقويم التركيب ده زي ما احنا قلنا بنعالج حاجات في الفك، بنعالج حاجات في الاسنان، ببتدي ارجع الشكل بتاعها، ابتدي ارجع شكل الفك. لكن لو انا مثلا عندي بروز في الفك السفلي قوي مثلا، ده زي مثلا من الامثله، لو انا عندي الفك السفلي بارز قوي لبره، في الحاله دي التقويم مش هيرجع لي الفك لورا. انا هنا محتاج ان انا ادخل جراحي عشان اعمل تريننج للفك وابتدي ارجعه لورا واثبت. هو ده التقويم الجراحي اللي بيتم جراحيا، ان انا بقوم الفك بتاعي جراحي علشان ارجعه لوضعه تاني، علشان ارجع القفله للمريض الطبيعيه، وابتدي بعد كده اشتغل بالتقويم التركيب بتاعي اللي هو الثابت عشان احل مشكله الاسنان. يبقى هنا التقويم الثابت بتاعنا او التقويم المتحرك ده انا بحل مشكله اسنان وعض، لكن مشكله بروز في فك كبيره قوي محتاج ان انا ادخل هنا بتقويم جراحي. يبقى التقويم الجراحي بيحل لي مشكله العض في بروز الفك لو البروز كبير قوي عندي اكتر من 4 أو 5 ملي، وبالذات كتير جدا في الفك السفلي، لان يعني الفك السفلي ما بينفعش يرجع، يعني ممكن الفك العلوي ممكن احلها انا بالتقويم، لكن الفك السفلي ما ينفعش ان انا احلها بالتقويم. يعني دي ممكن تحلها من وهو صغير بقى. يعني التقويم الجراحي لازم بيعالج الفك او العظم، العظم نفسه، اما التقويم العادي اللي هو بيعالج أسنين. بس الاسنان بروزها او التزاحم زي ما احنا قلنا. بالظبط. طيب التقويم يا دكتور بيبقى لازم يكون معاه نظافه كبيره جدا او اهتمام، ايه بقى العوامل الاهتمام اللي لازم بيتبعها المريض بالذات اللي حاطط التقويم؟ حلو قوي. التقويم ده انا الحاجه ركبتها في بقي. التقويم ده عارفه اي حاجه بتتلكك عشان تيجي عليه. تمام. انا هنا لو ما اهتمتش بنظافه بقي وما اهتمتش بنظافه التقويم اللي في بقي، هلاقي نفسي دخلت في مشكله تانية بعد ما افك التقويم. يعني انا دلوقتي فكيت التقويم هلاقي حصل تسوس حوالين الاسنان. حصل تسوس في الاسنان نفسها مكان التقويم اللي راكب. ليه؟ عشان انا ما نظفتش بقي كويس. طب ازاي انظف بقي كويس؟ تقويم وانس ان هو ركب مع الدكتور بتاعك، انت لازم بالليل الصبح والنهار تغسل سنانك، ده يا ريت كمان لو تغسل سنانك بعد الاكل. لان فضلات الاكل بتتكون حوالين التقويم. حاجه تخيلي كده، حاجه عباره عن شبكه راكبه على الاسنان والاكل تراكم حوالين منها. لا انا لازم تحافظ عليه. وهنا برضه هيطرح معانا سؤال، طب ايه الاكل المناسب في التقويم؟ انت ركبت لي تقويم يعني هاكل بيه اي حاجه ولا في اكل مناسب؟ اه في لازم اكل، انت لازم بنبعد عن الحاجات المكسرات والحاجات دي. لا لو هنركب تقويم ثابت عشان ما يحصلليش برضه تكسير في التقويم بتاعي وارجع بالمشكله بتاعتي من الاول واقعد اعيد في التقويم والكلام ده كله، يبقى انت لازم تحافظ على التقويم، لازم تحافظ على اسنانك بالغسيل صبح وليل، وليها طرق معينه، يعني لازم الدكتور بتاعه ولازم اول ما يركب له التقويم يديله الانستراكشن بتاعته، تعليماته اللي هيمشي عليها ازاي في البيت يهتم باسنانه وازاي يهتم بالتقويم اللي هو مركبه. وفي فرش مخصوصه للتقويم، يعني في فرش بتتباع في الصيدليات دي فرشه تقويم عشان انضف السنايات اللي ما بين التقويم، انضف منها الاكل، يبقى في فرشه تقويم في فرشه سنان العاديه. لا لازم يهتم بالموضوع ده قوي جدا يعني عشان يخلص، كل ما اهتم كل ما هخلص فتره علاج بسيطه جدا. النظافه كده كده يا دكتور او الحفاظ على الاسنان مهم جدا. شكرا ليك يا دكتور نورتنا. بشكر سامع الابتسامه دكتور احمد فتحي عثمان، طبيب وجراح الفم والاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لزراعه الاسنان، اخصائي تقويم وزراعه الاسنان، دراسات ماجستير طب وجراحه الفم والاسنان. شكرا ليك يا دكتور نورتنا. شكرا ميرسي، ده سامي زوي. وبشكر كل الساده المشاهدين، ولسه مكملين فقرات استاذ في الطب.